السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنشكركم على انتظاركم معنا وبنعتذر لمشكلة تقنية خارجة عن الإرادة، وأكيد حضراتكم متفهمين الموقف دي بتاع التكنولوجيا في الوقت الحالي. أنا هطلب من حضراتكم بس طلب واحد صغير، لو الصوت وصل عند حضراتكم بصورة واضحة يا ريت قولوا لي نعم. أوكي، واحد اكتبوا لي في الشات واحد. الدكتورة سامية، الدكتورة سامية، نعم إذا حضرتك دكتور، يا دكتور. شكرا. أهلا بك. إن شاء الله هنبدأ مع بعض خلال ثواني. الدكتورة سامية، أنا إن شاء الله في الورشة الحالية، هيبقى معاك المايك دكتور سامية. دكتورة يعني إن شاء الله أي سؤال أو أي استفسار أنا موجود مع حضراتكم. في البداية أنا برحب بوجودكم معانا في ورشة من ورش إيميرج أفريكا بالعربي، وهي تحت عنوان كيفية إنشاء وحدة تعلم إلكتروني، How to create an e-learning unit. وهنتكلم مع تبقى معانا ضيفة الحلقة والبرزنتر بتاعنا الدكتورة سامية مصطفى العزب، وهي أستاذ بقسم الباثولوجي باثولوجي الفم كلية الطب جامعة القاهرة، كلية طب الأسنان جامعة القاهرة. دكتورة سامية بتعمل رئيس لجنة وضع استراتيجية إدراك التعلم الإلكتروني في منظومة التعليم العالي بقطاع طب الأسنان، وعضو مجلس إدارة المنتدى العربي لتنمية التكنولوجيا لتنمية التكنولوجيا والبشرية، والذي يقيم مؤتمر سنوي للتعلم الإلكتروني، وسوف تكون رئيسة المؤتمر العام الحالي 19/11/2020، ولها باع كبير قوي في انتاج المقرات الالكترونيه وانشاء وحده التعليم الالكتروني، ومشرفه في انتاج المقرات الالكترونيه. لو قعدنا النهارده طول النهار نتكلم عن خبرات الدكتوره ساميه في مجال التعليم الالكتروني مش هنوفيها حقها، وعشان التاخير اللي احنا اتاخرنا فيه انا هترك المايك مع الدكتوره ساميه ان شاء الله مع حضراتكم. دكتوره ساميه، مساء الخير. إن شاء الله نقضي مع بعض وقت مثمر في ورشة العمل اللي هي How to create e-learning course. هنبتدي دلوقتي محاضرتنا، هنتكلم جزء سريع كده نظري. أنا بس دكتور حاسة سامية، في إيكو. دكتور سامية في إيكو في الصوت، يا ريت بعد إذن حضرتك لو في أي جهاز كمبيوتر جنب حضرتك فاتح مرتين يتقفل الصوت بتاعه أو حاجة زي كده. لو في جهاز كمبيوتر فاتح الصوت، اقفل الصوت عندي. احنا هنتكلم هاو تو كرييت اي ليرنينج يونت، كيفيه انشاء وحده تعلم الكتروني. احنا هنتكلم شويه بالعربي وشويه بالانجلش علشان في ناس حاضره معانا من دول عربيه. هتكون محاور الجلسه التدريبيه ايه هو مفهوم التعلم الالكتروني، ايه الفرق بينه وبين التعلم التقليدي، ازاي نصمم او مراحل تصميم مقرر الكتروني، وإزاي ننشئ وحدة تعلم إلكتروني تخدم 1ILO التطبيق العملي بتاعها. هنبتدي دلوقتي مفهوم التعلم الإلكتروني. زي ما احنا شايفين إن ممكن نقول teach و learn كأنهم يعني كلمة واحدة، reflection لنفس الكلمة TEACH زي LEARN، لكن في الحقيقة هم مختلفين، بدليل إن في ذا جوك كده إن واحد بيقول أنا I have to snobby to whistle يصفر، فقال له أنا مش قادر أسمعه بيصفر، قال له I said I had taught him not that he had learned. يبقى في فرق بين أنا أعلم حد وأن هو يتعلم ويكتسب المعلومة ويكتسب السكيلز بتاعتها. ففي يعني تعريف من UK مجلس الجودة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد، اللي هو The effective learning process created by combining digitally delivered content with learning support and services. يعني التعلم الفعال الذي أو التي تتيح التي هي نتاج الجمع بين المحتوى الإلكتروني مع دعم التعلم والخدمات. Effective يعني learning that succeed، اللي هو بيحقق الـ ILOs بتاعته، بيحقق الـ skills المطلوبة منه، وممكن يبقى كومبايننج بين الاي سي تي والتراديشنال اللي هو بنسميه بلندد ليرنينج، لان في حاجات ما ينفعش يبقى فيها اي ليرنينج بس، وديجيتالي ديليفرد لازم بيبقى فيه ان هو بيبقى ديليفرد باي الكونتنت باي اي حاجه الكترونيكالي زي السي دي، السيلفون، كمبيوتر، انترنت، ولازم يبقى فيه سبورت، لازم فيه فاسيليتيتور او كورس كوردينيتور بيتابع وياخد فيدباك ويقدر ان هو يعني يبقى متابع الموضوع. بنقول ان الافيلابيليتي اوف اي ليرنينج كونتنت، وده الفرق بينه وبين التعليم التقليدي، ان هو زي www اللي هو وات ايفر يو نيد، اي حاجه انت عايزها تلاقيها، وريفر وينيفر يو نيد في اي وقت، وريفر يو ار في اي مكان حضرتك. بعد كده في مراحل لتصميم المقرر الالكتروني،
في ديزاينز كتيرة، منها أشهر حاجة اللي هو الانستراكشرال ديزاين اللي هو ADDIE، اللي هو بيبتدي بأناليسيس للأودينس، مين اللي هيسمعني؟ هل هم طلبة في أندر جراديوت ولا هم بوست جراديوت أقدر أكلمهم بطريقة سبيشاليزد أكتر، ولا هم بابليك فأقدر أن أنا أعمل حاجة very simple توصل للناس للأويرنس for example. بعد كده بيبقى في عندنا ديزاين أو تصميم، ودي من أهم المراحل في الإي-ليرنينج اللي بنسميها ستوري بورد. ستوري بورد دي اللي هي بيبقى يعني زي السيناريو بتاع الفيلم كده، هو مكتوب إن فلان هيقول حاجة والتاني هيرد عليه، وبعدين نيجي نقسمه إلى مشاهد، كل مشهد بيبقى ليه رقم، والمشهد بيبقى فيه إن المخرج يقول مثلا الممثل ده هيدخل من الناحية دي والممثل التاني هيقف في المكان ده، ويجي مهندس الصوت يقول إن في موسيقى تصويرية هتبقى بالمنظر ده، ويجي مهندس الإضاءة يقول إن الإضاءة هتدخل من الكورنر ده، فده بيدي شكل كامل للمشهد. ده اللي بيتعمل فيه السلايدز بتاعة التعلم الإلكتروني، بحيث إن هو الطالب أولاً ما يزهقش، ما يتوهش في المقرر، ما يبقاش مش عارف الحتة اللي راح يرجع فيها إزاي. فدي من أهم المراحل اللي الناس بتقعد فيها وقت طويل علشان تصمم المحتوى قبل ما تبتدي تعمل له ديفلوبينج. الديفلوب بقى اللي هو إن إحنا بنستعمل سوفت ويرز إن إحنا نعمل بيها e-learning unit، وده اللي هنعمله مع بعض النهاردة. في حاجات فري زي اللي احنا هنستخدمها النهاردة، وفي حاجات بفلوس زي حاجة اسمها articulate بيدينا بس 1 month trial، يعني بتبقى فري لكن بعد كده بيبقى بمقابل. وبعد كده نبتدي نعمل implementation، يعني نبتدي ان احنا نطبق البرنامج او e-learning unit، وبعدين في النهاية بنعملها evaluation وناخد feedback ونرجع تاني نعمل analysis وممكن نعمل updating نغير حاجات او كده. بعد كده هننشئ برنامج أو وحدة تعلم إلكتروني ببرنامج اسمه courselab. ده في منه versions كتير، لكن اللي احنا هنستخدمها اسمها courselab 2.4. طبعا في لينك طويل ممكن ما نستخدموش، لكن احنا لو كتبنا بس في جوجل كتبنا courselab 2.4 هينزل لنا البرنامج ده، والبرنامج ده free all the time، وبيبقى في ميزه ان هو بيشتغل بالعربي وبالانجلش، في اسئله، في حاجات زي ما هنشوف مع بعض حاجات كتير. هنبتدي بقى نطبق عملي دلوقتي. هنفتح البرنامج، طبعا هو بيحتاج ان هو يتسطب، وبعد كده ان هو بيتفعل، يعني بيجي لنا كده شخصيه فلاشيه بتقول لنا هاتوا كود، بيبقى مبعوت لنا على الايميل، وبيتفعل وبيظهر لنا المنظر اللي احنا فيه ده. يا اما ان احنا نكون عاملين برامج قبل كده ونفتحها من براوز، او ان احنا زي ما هنعمل مع بعض كرييت كورس. طبعا هو بيرحب بينا ان احنا موجودين في الكورس لاب، وبنقول نيكست، وبعد كده نبتدي نسمي الكورس بتاعنا. في نيم، النيم الكبير ده اللي هو اسم الشابتر. يعني أنا لو عندي شابتر أنا هتكلم بقى بالعربي النهاردة، وهكتب مثلا حاجة عامة زي الآثار المصرية مثلا. الآثار المصرية ده اسم العنوان بتاع الكورس كله. يجي فولدر بعد كده، الفولدر اللي هو كل شابتر في الكورس الكبير اسمه إيه. فمثلا هيبقى الآثار المصرية هنتكلم عن الآثار الفرعونية. وبعد كده لازم بنسيب نسخة عندنا، فممكن نسيبها مثلا على الديسكتوب ونقول اوكي ونقول نيكست. في قبل كده نقول اوكي، ممكن نسيبه في مكان تاني. وبعد كده نقول نيكست ونسمي بقى موديول، يعني الموديول اللي هي زي المحاضرة، يعني الشابتر اللي عندنا ده فيه محاضرات، كل محاضرة ليها اسم. فمثلا هنقول هنا الأماكن أو أماكن الآثار الفرعونية، في الأماكن بتاعت الآثار الفرعونية. وبعدين نبتدي نختار تمبلت، في عندنا كذا تمبلت، في حاجة اسمها ريليف. ريليف ده احنا بنعمله كاستمايزيشن، لكن احنا هنختار دلوقتي ستاندرد
اللي هو فيه كل الحاجات اللي احنا ممكن نكون عايزينها، ونبتدي نختار اللون اللي احنا حابينه ونقول next وفينش، وهيطلع لنا المنظر اللي هو ده. المنظر ده بيبقى جاهز في التابس بتاعته، انما انا لو هعمل كاستمايزيشن انا ممكن اتحكم ايه التابس دي اللي انا عايزاها وايه اللي انا مش عايزاها. هنشوف ليه احنا برضو ممكن نختار حاجات وما نختارش حاجات. اما بنفتح الشكل ده بيبقى عندنا هنا اسم الكورس وهنا اسم الشابتر او وكمان المحاضرة، وممكن نزود محاضرات تاني وممكن نزود شابترز تانية. وبيبقى عندنا تلات علامات تحت هنا في الكولم ده، اللي هما اول واحدة التايتل، وتاني واحدة الماستر اللي هي السلايد الثابتة عندنا في كل السلايدز، وتالت واحدة اللي هي النورمال. فبندخل على التايتل وبنشتغل، كل شغلنا هيكون من هنا حاجة اسمها Object Library، هنا كده حاجة اسمها Object Library نفتحها. طيب قبل ما نفتحها، قبل ما تفتح هنبتدي نغير الصورة دي. احنا هنعمل يعني حاجة عن الآثار، فهنغير الصورة بتاعتنا. وقبل ما نغير الصورة بنغير الاسم اللي هو Insert Course and or module name. لما بنعمل عليها دبل كليك بيتفتح لنا ويندو نقدر ندخل فيها ونعمل select all. بناخد لان هي مكتوبة بالابيض فهي مش باينة عندنا، ونمسحها ونكتب بدلها الاثار الفرعونية، ونقدر نكبرها ونعملها bold، نخليها في النص ونغير لونها لو عايزين، خليه مثلا لون احمر، نقول اوكي ونغير الصورة ان احنا نعمل ريموف للصورة دي، وان احنا من هنا من فوق بنقول insert picture from file. انا ببقى مجهزة كل الماتيريال اللي انا عايزاها بحيث ان هي تسهل لي الشغل بتاعي. هتيجي الصورة هكبرها، وممكن كمان احط لوجو، بس ياريت اللوجو يكون فعلا لوجو ما يكونش حاجة كبيرة علشان ما تغطيش على الكلام. طيب انا ما حطيت الصورة، ابتدت الصورة غطت على الكلام، فبقف على الصورة وبعمل اوردر واعمل لها send to back. send to back فيبان الاسم فهرفعه في مكانه هنا مثلا. طيب انا عندي دلوقتي هنا بس في عندي بوتوم كده اسمه start module، مفروض ان انا احط بوتوم تاني بس يفتح object library. لو هي مش موجودة عندي هنا بقول insert object ويفتح لي الobject library. الobject library دي اللي هي فيها كذا حاجة وهنستغل يعني هنعدي عليها تقريبا كلها، لكن هنبتدي دلوقتي بتايتل. تايتل تحت خالص، نفتح التايتل. التايتل دي فيها برضو بوتن اللي هو start module، والتاني pop up بيدينا description للموديول دي. description بنحطه هنا، ومفروض ان احنا بنعمل وصف لليونت دي عشان لما حد يدخل يعني عن طريق الانترنت يبقى عارف اليونت دي بتتكلم عن ايه. فانا بفتحها وابتدي اي حاجة اسمها تي اي يعني تكست، يعني انا هكتب هنا كلام. هفتح هنا وهقول ان العنوان الاول، عنوان للديسكريبشن دي، اقول ان مثلا ده وصف الموضوع، وبرضه ممكن اكبرها، ممكن اعملها بولد، ممكن احطها في النص، واقول اوكي. وابتدي اكتب هنا وصف لليونت دي اللي هي يعني دي مثلا هذه او هذا المقرر يتم تدريسه لطلاب مثلا كلية الأثار. أقول أوكي. طبعا في حاجات كتير بس أنا يعني شكل البوب اللي هيطلع بوب أب وحاجات كتير. طب أنا عايز أشوف اللي أنا كتبته ده، ممكن أطلع فوق كده في حاجة اسمها View Module. أنا لو فتحت View Module أقدر أشوف الحاجة اللي أنا عاملها كأن الطالب شايفها لايف. ادي ستارت موديول، هتدخلنا على الموديول نفسها، او ان انا لو رجعت
اشوف تاني فيو موديول، اقدر افتح الديسكريبشن واقدر اشوف ان هي مكتوب وصف الموضوع وهذا المقرر يتم تدريسه لطلاب كليه الازهر، وبقفلها. طيب انا خلصت كده التايتل، بدخل على الماستر بيج. ماستر بيج دي قلنا اللي هي بتبقى ثابته عندنا، وبتبقى هي دي اللي هتبقى ماشيه معانا في كل السلايدز. زي ما قلنا فيها بوتونز كتيره كده، انا ممكن مثلا عايزه اغير واحد منهم لان انا مش عايزاه مثلا، فبدخل هنا على حاجه اسمها نافيجيشن. ممكن اغير الدروب منيو دي، ممكن اغير كلمه بوزيشن اخليها مثلا مكان السلايد، ممكن اغير اي بوتون من اللي هم دول نفسهم، ممكن اغير الزراير، ممكن ازود ساوند بس هي موجوده، ريبلاي، تقريبا هنا كل الحاجات موجوده. ممكن احط تول بار يقدر يوضح لي اسم كل سلايد انا ماشي عليها، انا زرت ايه وسبت ايه، اللي هو مثلا ده انا يعني، هو طبعا ممكن اعمل له سيتنج معين واختار لون الايقونه اللي هو اتحرك عليها لونها ايه، بس انا علشان الوقت مش هقدر اعمل كده. واخر حاجه في كومنت، انا مش هلاقي هنا كومنت، فادخل كومنت دي عندي، ودي بتفيد ان انا كل سلايد بحط لها كومنت مختلف عن السلايدز الثانيه. هي بنفس اللون تقريبا، وانا مثلا هشيل بتاعه سيتنج وحط بدلها كومنت، بس عشان اشيل سيتنج لازم هم اوفرلاب مع بعض. هشيل سيتنج دي هعمل لها ديليت، لا دي اباوت، عايز اشيل بتاعه سيتنج، ايوه دي انا هعمل لها ديليت واحط بدلها بتاعه كومنت، احطها مكانها. وبرضو عايزة أشوف الحاجات دي مكتوب فيها إيه، برضو بعمل ممكن view module أو إن أنا بعمل view slide بس. فأنا لو عملت view module وقلت start module، أقدر أشوف هنا مكتوب الكونتنت. أنا أول ما أزود slides هيبتدي كلهم يتسجلوا عندي هنا في الكونتنت. help هنا دي built in في البرنامج، إن هو بيقولك إزاي تستعمل الـ e-learning module structure ده، وإزاي تعمل navigation فيه، وإزاي تستعمل courselab. او ان انا لو هحط انا هيلب من عندي، ممكن اقول ان الطالب امتى يقابلني مثلا في الساعات المكتبيه، امتى يعني ايه المرجع اللي يرجع له، الايميل بتاعي، اقدر احط له اي حاجه تعمل هيلب لي. في كالكوليتور بيلت ان وشغال لو حد بيبقى شغال مثلا هندسه او احصاء او كده يقدر يستعمله وشغال. الكومنت بقى كل سلايد ليها كومنت، هنا حاليا نو كومنت، لكن هنعرف ازاي نضيف كومنت على كل سلايد. واباوت هنا برضو كاتبين اباوت ذا كورس لاب، وازاي وايه المميزات بتاعته، انما انا ممكن اكتب اباوت اباوت ذا كورس كوردينيتور ايه اللي عنده او كده. دي اللي هي الماستر بيج، ودي ثابته عندنا. بعد كده انا ادخل على النورمال سلايدز وابتدي اعرف ايه الحاجات اللي عندي في البرنامج. ممكن مثلا اول حاجه ان انا اكسترنال، اكسترنال يعني انا ادخل يعني ملف من بره. الملف ده مثلا هنا ممكن ادخل وورد او ادخل بي دي اف او ادخل اكسل او ادخل باوربوينت، يعني ممكن احط ريفرنس كامل للطالب في جزء صغير من السلايد. بفتحه واعمل براوز للفايل اللي انا عايزه احطه. انا مثلا احط حاجه هنا وورد، وابتدي اعمل ان هي ديسكريبشن، اقول مثلا هذا هو المرجع، هذا هو المرجع، او دي مثلا العرض التقديمي للموضوع، اقول اوكي. عايزه رايت ولا ليفت، عايزه الماوس لما يجي كليك عليه يفتح ولا كمان كليك اون ديسكريبشن او تحتها، اقول اوكي. برضو دي علشان اشوف السلايد دي واشغل واشوفها كان الطالب شايفها، بعمل فيو سلايد وبقدر ادوس كده افتح المرجع ده، بيفتح له وممكن يسمح له ان هو يعمل له سيف او سيف از او ان هو يعمل له داونلود زي ما هنشوف دلوقتي، كانه مفتوح اونلاين. حتى لو هو انا مش متوصله بالانترنت هيقدر يفتحه، لان انا في النهايه كل الحاجات دي بتبقى ببلشت في فولدر واحد. ادي اللي انا فتحته له،
او المرجع لو فتحه بيقول له open ولا save ولا save as. ممكن ادخل حاجه ثانيه، ممكن ادخل external url ان انا افتحها وادخل مثلا اقول yahoo.com. برضو ممكن خاينه هو اونلاين هعمل له انيبل لكل الحاجات اللي موجوده واقول له اوكي. برضو لما اعمل فيو سلايد هلاقيه فتح اللينك ده. ممكن طبعا احط له رابط لحاجه علميه او احط له الرابط للويب سايت بتاع عضو هيئه التدريس الكوردينيتور او البروجرام دايركتور. فانا ممكن احط له اي لينك انا حاسه ان هو مفيد لي. يعني هو هيفتح دلوقتي. طيب ايه تاني انا ممكن اعمله؟ ان انا ادخل ميديا. الميديا دي برضو يعني مش هندخل في تفاصيلها قوي، لكن انا ممكن ادخل فلاش، حاجه فلاش، والفلاش دي لازم يكون اخرها الاكستنشن بتاعتها SWF. ممكن ادخل فيديو، ممكن ادخل حاجات للصوت. تمام. طيب انا عايز اعمل بقى حاجه تانيه. هعمل نيو سلايد. عندي هنا برضو حاجة اسمها ديزاين. ديزاين فيها ثلاث حاجات. اول حاجة ان انا ممكن اغير الباك جراوند بتاع السلايد دي. ممكن تبقى ابلايد لكل السلايد او لا. طبعا انا مش بغيرها بس عشان المنظر، لكن حوري حضراتكم حاجة. ممكن اغير اللونين اللي هم موجودين دول. ممكن اغمقهم شوية. مثلا. اوكي ده اول لون وتاني لون. هقول لكم بس انا بغمقهم ليه. او ان انا وبعد كده هنا في خاصيه تانية اسمها كليك اريا. كليك اريا دي بتبقى ويندو ترانسبيرنت. انا ممكن استخدمه ان انا انقل الطالب من حاجه لحاجه تانية، زي مثلا اكون عامله صوره صغيره، عامله خريطه مثلا للطرق، ويعمل كليك عليها ينقل لتفاصيل الطريق ده، او ان هو يعمل عليها كليك وينقل لصوره اكبر زي ما هنشوف دلوقتي. انا ممكن اعمل insert picture from file، احط مثلا زي الوش ده. واجي اللي احط الكليك اريا دي على العين مثلا، بحيث ان هو الطالب لما يجي يعمل كليك على العين هيتنقل لسلايد تانية فيها صورة أكبر للعين أو تشريح العين مثلا. أنا أحط هنا برضو التفصيل أكتر للصورة أو اللي هو عايزة يتنقل ليها، ونقول يتنقل إزاي. هرجع للصورة دي علشان الكليك إريا الصغيرة اللي أنا حطيتها على العين دي تشتغل. بعمل اكشن معين. الاكشن ده ان انا بقف عليها وبقول اكشن واقول اون كليك. يحصل ايه اون كليك؟ ان هو جو تو. جو تو فين؟ ان هو يروح للسلايد اللي انا حاطه فيها العين. بقعد ادور عليها في سلايدز وفريمز لغايه ما اوصل لها واقول اوكي. طيب لما انا اعمل كده عايزه الطالب يعرف ان هنا في كليك اريا. فعندي تو اوبشنز، ان انا يا اما احط له أرو سهم، والسهم ده بيعمل بلينكينج زي بينور ويطفي وليه دايركشن معين وليه لون معين علشان يبري الطالب ان هو هنا في اريا هيقدر يعمل لها كليك ويقدر ان هو ينقل لحاجة تانية. تمام. لو انا عملت هنا فيو سلايد الاقي هنا دي بلينكينج كده، وانا اضغط هنا ينقله الى المكان الجديد او اللي هي فيها تشريح مثلا. طيب انا عندي هنا ديفكت ان انا مش هعرف ان هو الطالب لما جه هنا هيرجع ازاي. فلازم انا ادخله اقول له الرجوع مثلا. عملت تكست بوكس واكتب فيه الرجوع. لازم اكتبها هنا الرجوع مثلا للسلايد الاولاني او باك. هرجع ازاي؟ بعملها بولد دي وانا واقفه عليها ومظللاها. بعمل من هنا اكشن.
اللي هي العلامه اللي هي ايد ماسكه نجمه دي اكشن برضو بتفتح لي برضو 3 كولمز. اول واحد اقول اون كليك وارجع تاني اقول جو تو واختار بقى السلايد الاولانيه اللي هي من فريم ومن سلايد وارجع لدي يقوم يحصل ان هو يقدر يعمل جو باك تاني. فانا لو هو في السلايد دي اعمل فيو سلايد وهو عمل كليك وراح لدي يقدر يرجع باك لنفس السلايد تاني. طيب في حاجات تانية برضو هنعملها مع بعض. ان انا مثلا عاوزة عندي جملة، الجملة دي فيها كلمة، الكلمة دي عايزة لما الطالب يجي عندها يتفتح له بالون في شرح للكلمة دي. فباجي عندي هنا في حاجة اسمها بالونز، اختار اي بالون فيهم وابتدي اكتب جواه شرح الكلمة في جملة انا لسه ما حطيتهاش. بفتح برضو ممكن اغير لون البالون، ممكن اغير السهم بتاعه ازاي وابتدي اكتب فيه تكست. اقول ان مثلا تقع في محافظة الجيزة، تقع في محافظة الجيزة. اوكي كده البالون بقى مكتوب فيه تقع في محافظة الجيزة وابتدي احط جملة insert text box. التكست بوكس ده هكتب فيه ثلاث كلمات مثلا، اكتب الاول معبد الكرنك والاهرامات و طريق الكباش مثلا، طريق الكباش اكبرهم برضو شويه. اجي على كلمة الاهرامات اللي هي مفروض ان يظهر معها البالون واعمل لها اظللها وادخل على اكشن هنا واقول بقى ايه، اقول on mouse over. انا لما بمشي عليها بالماوس هيحصل ايه، هيحصل display. display لمين؟ display لل display للبالون. واقول اوكي وعندي هنا show height هخليها show، اقول اوكي. طيب في اكشن تاني ان هو اون ماوس اوت، لما انا برفع من عليها الماوس برضو يحصل ديسبلاي برضو لنفس الاوبجكت اللي هو البالون، واقول اوكي واقول هايد ان البالون يختفي، واقول اوكي. كده بقت الكلمة كأنها هايبر لينكد وأظبط البالون عليها. بس بعمل حاجة تالتة إن أنا بقف على البالون نفسه بعمل رايت كليك وأقول أكشن وأقول أون أفتر ديسبلاي، يعني أول ما الشاشة تظهر برضو ديسبلاي تاني البالون وأخليه إن هو هايد ويختفي عشان ما يبانش أول ما الشاشة تفتح. أقول أوكي أوكي. طيب أنا لما أجي أشوف فيو سلايد دي الاقي ان انا عندي جمله لما امشي على كلمه الاهرامات يطلع الشرح بتاعها ولما امشي من عليها يختفي. تمام. طبعا ده بيبقى اتراكتيف للطالب اكتر. طب انا عايزه اعمل مش مجرد ان كلمتين بس في البالون، لا عايزه اعمل شرح اكبر او احط صوره لحاجه اعراض المرضيه او صوره اشعه او صوره مكان سياحي، فبيبقى بدلها في حاجه اسمها بوب اب. من عندي هنا برضو من الأوبجكت لايبرري في حاجة اسمها بوب أب، برضو بختار البوب أب بتاعي. هو بس في مشكلة في هنا في الفيرجن ده إن مفيش يعني سبيلنج تشيك أب، يعني أنا لما هحط أي حاجة أنا هحطها وأنا عارفة الشرح بتاعها. أنا هنا مثلا هحط أو عارفة السبيلنج بتاعها، يعني هاخدها كوبي وبيست. أنا هحط مثلا صورة الأهرامات، ده العنوان، وفي البوب اب نفسه اقوم عامله انسرت بيكتشر واحط صوره الاهرامات. انا كل ده مجهزاه الماتيريال بتاعتي علشان احطها مره واحده، اقول اوكي.
وابتدي برضو ان انا احط جملة insert text box واقول برضو ممكن نقول نفس الجملة مع بعد الكرنك ونقول ابو الهول والاهرامات. اجي على الاهرامات وابتدي ان انا ظللها واقول اكشن واقول برضو on mouse over و display واختار البوب اب واقول اوكي واقول شو. مش هقول بقى on mouse out لان انا في الغالب ببقى حاطه حاجه كبيره مش عايزاها تختفي على طول، عايز الطالب ياخد وقته يبص عليها لو هو كلام او لو هو يعني صوره كبيره او صوره عرض مرضيه فانا عايزاه يشوفها، فانا هخليه هو يقفلها بالكلوز بوتن مش هقفلها مش هتروح لوحدها. وبرده على البوب اب واقول اكشن واقول افتر ديسبلاي وديسبلاي واختار البوب اب واقول اوكي واقول هايد. اوكي ابتدي اظبط برده الصوره عندي لان البوب اب هيفتح كبير. وبرده اقول فيو سلايد وهنا لما اجي عند الاهرامات هيتفتح الصوره وهتفضل موجوده، يا اما الطالب بيقفلها من الزرار هنا يا اما يقفلها رايت كليك لو انا واخده الاوبشن ده يعني. تمام طيب احنا بندور على السلايدز في عندنا حاجه ظهرت اسمها فريم. ايه هو الفريم بقى اللي عندنا ده؟ الفريم ده ان انا ممكن اقول هنا انسرت فريم insert new frame يطلع لي حاجه كده فريم تحت السلايدز. برده ممكن اقول enter تعمل لي كذا فريم. ايه ميزه الفريم ده؟ ميزه الفريم ان انا مفروض ان انا لو بعمل زي تجربه مثلا والتجربه دي عايزه الطالب يشوفها على بعضها من غير ما يحصل فيه اي انه ينقل على السلايد اللي بعديها فبعمل له الفريمز دي. يعني وانا بعمل الفريمز دي برضو فرصة ان انا اعمل استعراض لل عندي شخصيات فلاشية اسمها agents موجودة في البرنامج برضو اقدر استفيد منها. في منها عندي شخصيات كاملة يعني بايدين ورجلين تقدر في ليها actions كتير، تقدر تسقف تمشي تشاور تقرأ في كتاب تكتب notes. طبعا انا ممكن ادعمها بان انا احط صوت معاها فكأنها بتتكلم فعلا. دي أول شخصية. ممكن في منها كمان girl. نرجع نحط هنا الشخصية الثانية. وفي شخصية في 4 أو 5 شخصيات بقى يعني head بس. دي بس ممكن أركب عليها صوت وبتتكلم بتزعق بتغضب يعني ليها expressions معينة برضو ممكن أستفيد منها بعض الكورسز لو أنا عايزة. برضو دي منها كذا شكل يا إما بيزنس وومن يا إما جيرل يا إما أحط في عندي بيزنس مان يا إما في عندي جراند فازر يا إما عندي بوي. اما هنحط اخر حاجه اللي هي الومن دي. طيب انا كمان هستفيد بالموضوع ده في حاجه كمان، ان انا ممكن لو انا بعمل فعلا تجربه عايزه اقول مثلا الستبس بتاعتها هي 1 2 3 هدخل صوت معاها وكمان هدخل كيرسر بيشاور على الحاجه اللي انا عايزاها. فانا ممكن من فوق هنا اقول insert كيرسر ده عندي في السلايد الاولانيه في المكان ده، ممكن احركه في المكان ده لما اجي اشوف السلايد الثانيه واقول تاني insert cursor هلاقيه بقى في المكان الجديد. طبعا انا دلوقتي بحط الحاجات عشوائي لكن ان انا لو هعمل تجربه فعلا فانا هستفيد بالكيرسر ده ان انا هشاور على حاجات معينه مع الصوره مع الكلام، فممكن يبقى شرح كامل لتجربه ومتشاور على كل حاجه فيها.
أنا كل سلايد هقول insert cursor وهغير مكانه زي ما أنا عايزة. طبعا الكيرسر ده أنا لو عملت عليه كليك ممكن أغيره أصلا يبقى بول، يبقى هاند، يبقى ليه أشكال كتير. أنا عشان السلايدز دي تتحرك وتبان لي in sequence معين أنا عايزاه برضو بتايم معين، فبقف على كل فريم وأقول advance. advance دي بحدد التايم اللي هيظهر فيه الصورة دي، مثلا بالseconds 3 seconds، اللي بعديها برضو advance واغير الseconds اكترها اوكي، واللي بعديها نفس الحكاية advance اوكي. طبعا ميزة الاي ليرنينج اللي احنا بنعمله ان هو فعلا بيخلي الطالب هو محور العمليه التعليميه، وان هو اللي بيعمل كليك وبينقل نفسه من مكان لمكان، هو بيعمل سيلف ليرنينج فعلا، واللي هي نتيجه عنه ان هو يقدر يعمل لايف لونج ليرنينج. غير ان احنا دلوقتي مع جائحه الكورونا كلنا حولنا الى اونلاين ليرنينج، اللي هو بنستعمل ليرنينج مانجمنت سيستم زي جوجل كلاس روم، ولا بنستعمل مودل، ولا بنستعمل اي حاجه، وفي النهايه بنحط عليه محاضراتنا، والمحاضرات دي برضو الطالب هو بيبقى متلقي، حتى لو احنا قلنا ان احنا زودنا عليها صوت ولا زودنا عليها صورة بتاعتنا، لكن في النهاية هو الطالب متلقي. انا دلوقتي عايزة اجي اشوف السلايد اللي انا عملتها دي فيو سلايد. اول حاجة هلاحظها ان يعني البريفيوس مقفول والنكست مقفول، مفيش عندي الطالب يقدر يروح للسلايد اللي قبليها ولا اللي بعديها لغايه ما يخلص مجموعه السلايدز، ودي الفرق بينها وبين السلايدز العاديه. وبيمشي الكيرسر زي ما احنا عايزين، بعد ما بيخلصوا خالص بيجي نكست. طيب احنا زي ما بنشوف ساعات في الانترنت ان ممكن نلاقي ان هم جايبين الواحد وشه بيكبر من طفل الى لغايه ما يبقى كبير في السن. كل السيكونس ده جه منين؟ من الفريمز، هم حاطين تايم معين وحاطين في كل فريم صوره، والصوره دي بتتغير تدريجيا لغايه ما يتغير من طفل الى شخص مثلا اولد ايج. طيب احنا دلوقتي الاوبجكت لايبرري استعرضنا الايجنتس، استعرضنا البالونز، الديزاين، اكسترنال، في حاجه اسمها فورم، يعني مش هنعملها كلها لكن هقول لكم ايه فائده اللي هي الفورم دي. الفورم دي فيها ان ممكن الطالب يكتب اسمه، يكتب اسمه بالطريقة اللي احنا مسجلينها عندنا مثلا في الجامعة، ممكن يكتب باسورد معين، وطبعا بالبرمجة نقدر نقول اه ده الباسورد ده كوريكت ولا لا، ممكن يدخل زي بريف كده عنه او ابستراكت او هو ليه عايز يلتحق بالكورس ده، ممكن ندخل حاجة تعمل مثلا ليها اجابة واحدة، انت مصري ولا لا، يعني نكتب مصري نعمل تشيك عليها ولا لا، انت طالب ولا لا. ممكن واحدة تانية بيبقى فيها description اكتر، اللي هي بتبقى دايما المدورة دي بيبقى فيها اختيار واحد، يعني اقول له انت طالب في الفرقة الاولى ولا طالب في الفرقة التانية ولا التالتة، فهو ما ينفعش يختار الا اختيار واحد، او انت مثلا معيد ولا مدرس مساعد ولا استاذ، هو ليه اختيار واحد. في برضو فيها drop menu، يعني مثلا عايز اقول له انت مواليد شهر كام، واقدر احط هنا كل الشهور ويختار الشهر اللي هو مولود فيه. وده بعديه بيبقى فيه عندي يعني بوتون كده اسمه كليك مي، دي الفورم ده بيستخدم لو انا عايزه اشوف الطالب ده مسجل في الكورس ولا لا، فانا يدخل اسمه والباسورد بتاعه ويدخل كل البيانات اللي انا عايزاها، ولو انا شايفه ان البيانات دي صحيحه هيدوس وهيروح للكورس. فأنا ممكن برضو أعتبر إن هو حيروح للكورس بتاعه وإن البيانات صحيحة، برضو بقف على كليك مي دي وأعمل أكشن وأقول له برضو أون كليك إن هو يروح في مكان تاني جو تو، وأختار بداية الكورس مثلا اللي هو هيبتديه، وأختار سلايد معينة وأقول إن هي السلايد دي هي اللي هي بداية الكورس أوكي. لما اجي اعمل فيو سلايد
بعد ما الطالب هنا عنده الاوبشن ان هو يكتب، يعني انا كل السلايدز الثانيه هو ما فيش اوبشن انه يكتب، هنا لا ممكن يكتب، ممكن يحط باسورد يبان طبعا نقط، ممكن يحط هنا كلام بفونت معين انا عايزاه، وفي النهايه يعمل كليك مي، او نقول ان مش كليك مي بقى، نقول له مثلا تسجيل في المقرر ويعمل عليها كليك ويدخل للمقرر فعلا. الميديا قلنا ممكن يدخل فلاش او فيديو، نافيجيشن قلناها بتبقى مع الماستر بيج، في بوب اب شفناها، في كويستشنز. البرنامج ده برضو بيوفر لنا 6 انواع من الكويستشنز، يا اما سنجل تشويس، يا اما مالتيبل تشويس، يا اما اوردرنج حاجه بيرتبها، يا اما سؤال الاجابه بتاعته يعني حروف، او الاجابه بتاعته ارقام يعني مسائل، وكمان ماتشنج، يعني في حاجات يعمل لها ماتشنج مع بعضها. طبعا عشان نعمل سؤال يعني هنشوف كده بسرعه، مثلا ده لو مالتيبل تشويس بفتحه واقدر احط راس السؤال والاوبشنز بتاعت الاجابات، واعمل له ليميتيشن كام مره يعمل اتمت، عليه كام درجه، التايم، السكورنج بتاعته، هل السكور ده فيكسد ولا ريجريسيف، يعني لو جاوب مره صح ومره غلط ينقص ولا لا. في بختار اوبجكتيف معين بطريقه معينه، بقول للطالب فيدباك ولا لا، لو قلت له فيدباك هيقول له السؤال الصح ايه والغلط ايه، شكل الامتحان ايه او السؤال، والمسجز اللي ممكن تطلع له، ان التايم ليميت قد كده، ان مفيش مثلا نو اتمتس تاني، وهكذا. كل الحاجات دي انا ممكن اغيرها باللغه العربيه. في عندنا بعد كده ممكن يبقى في تيست على بعضه، التيست ده الطالب بيطلع له الاسئله، وكل ما بيخلص سؤال بينقل على السؤال اللي بعده، وفي النهايه بيطلع له ايفالويشن. في حاجه كمان ان هو في سيناريوز كمان عندنا في الموضوع، ان انا ممكن يبقى عندي شخصيات الفلاشيه دي بتعمل لنا سيناريو، لو اخترت اي اتنين هيقولوا لي يعملوا، اختار مثلا الاولاني الايجنت الاولاني مان والتاني جيرل، ممكن يقدروا يعملوا اكشن او يعملوا يدخلوا تكست على حسب ما انا عايزه، والديوريشن قد ايه، وبيعملوا سيناريو كامل، وبرده دي حاجات بتبقى مفيده. طبعا البرنامج ده بيتاخد يعني على يومين، وانا حاولت اختصر واستعرض كل الاوبشنز اللي فيه، وبشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبعتذر عن المشكله التقنيه اللي كانت مش في ايدنا يعني وحصلت في اول البرنامج، وافتح المجال للمناقشه والديسكشن. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك دكتور ساميه، شكرا لكل الحضور. نقطه النظام بالنسبه لنا جميعا، يا جماعه عاوز يتكلم ويسال دكتوره ساميه سؤال، يا ريت يكتب واحد في الشات او يرفع ايده في المحادثه عشان نشتغل بنقطه النظام. شات يعني المحاضره دلوقتي مفتوحه للاسئله عشان افتح له المايك. في اي توجه للاسئله او توجه لاي حد من الحضور ان هو عاوز يوجه سؤال او تعليق معين؟ تمام دكتور تامر، اتفضل دكتور تامر. هناخد دكتور تامر وبعد كده دكتور امين. دكتور امينه. السلام عليكم دكتوره، متشكرين على العرض الكويس، يعني المشكله بتاعت التقنيه دي يمكن خلتنا ندخل متاخرين شويه، لكن يا ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايز اسال بس، هل الكلام اللي حضرتك شرحتيه ده كان على دكتور تامر؟ ممكن تقدم نفسك في الاول عشان انا الدكتور تامر صالح، دكتور مهندس قسم اتصالات الجامعه المصريه الروسيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. هل البرنامج حضرتك اللي احنا شغالين عليه او اللي حضرتك اشتغلت عليه ده الفيرجن بتاع الباوربوينت تقريبا 2007 تقريبا، ولا اقدم، ولا 2010؟ لا بيشتغل على اي فيرجن، يعني هو اسمه كورس لاب 2.4، بيستخدم على اي فيرجن، ملوش دعوه بالباوربوينت، هو مش باوربوينت خالص. لا يعني هو ممكن يستخدم كباوربوينت لو انت عايز تعرض حاجه بيه، لكن هو مش باوربوينت، ملوش دعوه بالفيرجن بتاع الباوربوينت. طيب هل ده يعتبر يعني فري ولا ده بلايسنس؟ فري. طيب ممكن حضرتك ان بنعمله بابلش بعد كده، والبابلش دي
بتتيح له ان هو يترفع على الليرنينج مانجمنت سيستم زي المودل ويبتدي يبقى يونت مرفوعه للطالب ويدخل عليها ويقدر يعني النهايه بعد ما بحط المحاضره او الاكشنز اللي احنا شفناها ممكن ان هو يعمل سيلف ايفالويشن. طيب هو في برامج ان هو ممكن ان انا اشتغل عليه ده دلوقتي بيشتغل على السايت وانا ارفع من السايت ولا ان انا ده برنامج اتسطبه على الجهاز بتاعي وبعد كده ارفعه وقت ما انا محتاج؟ ايوه بسطبه على الجهاز بعمل له داونلود وبيبقى عندي على الجهاز وبعد ما بخلص اليونت واعمل لها بابليكيشن بقدر ارفعه على الموديل مثلا او احتفظ دي الطلب على سي دي. يعني لو حابين ان احنا ندخل في بوينتس بتاعت البابليكيشن في كذا اوبشن، يا اما ان انا بسمح ان هو يترفع على ليرنينج مانجمنت سيستم او ان هو يتاخد على سي دي للطالب. هل المحاضره بتبقى السايز بتاعها تقريبا بيبقى في قد ايه للوقت؟ يعني مثلا لو محاضره ساعه تاخد قد ايه يعني تقريبا الشغل؟ لا كم ميجا اللي هو السايز عشان حضرتك عارفه ان السايز ده يعتبر حاجه الابلود والداونلود والكلام ده بالنسبه للطلبه عندنا. هل السايز بتاعها بيبقى اعتقد ان هو يعني السايز بتاعه مش كبير قوي، بيبقى فولدر في النهايه في كل الايمجز بتاعته والبرنامج نفسه متحمل عليه في الفولدر ده. ما اعتقدش ان السايز بتاعه بيبقى كبير. ممكن حضرتك تبعت لنا اللينك بس عشان ممكن نعمله داونلود ولا تعمل فيه كورس لاب 2.4. لو حضرتك كتبت في جوجل كورس لاب 2.4 تمام هينزل نعمل له داونلود على طول. ألف شكر يا دكتور، شكرا لحضرتك. هو أنا ممكن أضيف تعليق صغير يا دكتور سامية، هو بالنسبة لدكتور تامر سؤال واحد، البروجرام لما بيطلع الدكتورة سامية بتعمل ببلش ويطلع بيتحط على السيستم اللي موجود زي نظام إدارة التعلم زي الموديل أو بلاك بورد أو أي نظام أو سكاي أو كانفاس الحاجات دي كلها، فالطالب ما بيعملوش داونلود، الطالب بيعمل له فيو بيشوف الحاجة عليه وبيتعامل. أيوه وكل وكل الريبورتات اللي بتحصل بيتم تجميعها على نظام إدارة التعلم وبيتم اعطائها لعضو هيئه التدريس بحيث ان هو بيشوف التقرير الامتحانات على الطلبه. تمام شكرا. الدكتوره امينه كانت بتسال، كنت عايز اسال هل متاح حساب الوقت لكل رد فعل للطالب سواء مثلا سؤال وجاوب عليه في قد ايه؟ طبعا هو انا لو رفعها على ليرنينج مانجمنت سيستم هيقدر يقول لي الطالب ده دخل امتى ودخل كم مره ودخل اخر مره امتى وعمل الاكتيفيتي دي ولو هو امتحان خد سكور كام، كل حاجه دي متسجله. بس لما انا لازم ارفعه على ليرنينج مانجمنت سيستم يسجل لي الحاجات دي، يعمل لي داتا بيز للحاجات دي. تمام. عندنا في حد بيقول شكرا، ممكن بس ملخص سريع تاني لان دخلنا متاخر. دكتور اميره بالنسبه للورشه، الورشه مسجله مباشره وهيتم نشرها على قناه اليوتيوب الخاصه بانرجي افريكا وانا هنشر لكم الرابط دلوقتي حالا. دكتور احمد بيسال هل من الممكن المحاضرات مكتوبه او فيديو نتفرج علينا ندخلهم متأخرين؟ أظن دي إجابة السؤال. حضرتك في سؤال تاني من الدكتورة سارة بتقول لو يعني المحاضرة مفيدة جدا بس لو في لينك أو ممكن حضرتك تبعت لنا المحاضرة على الإيميل. أنت حضرتك قلت هي تبقى مسجلة وهتبقى على اليوتيوب. الباوربوينت ممكن قصدها أو حاجة زي كده لحضرتك عملتيه؟ الباوربوينت دي يعني مقدمة لكن الأهم هو الشغل اللي اشتغلناه على البرنامج يعني. خلاص تمام يا دكتور. يبقى كده خلاص ان شاء الله كل الفيديوهات هتبقى مسجله عندنا على القناه بتاع اليوتيوب تشانل الخاصه بايمرج افريكا، ويعني ده هو الرابط الخاص بالنسبه لنا دي واحده هننشره مع حضراتكم. دكتور شيرين معنا ايه في لينك الحضور؟ في لينك دكتور حضرتك في حد بيسال دكتور امام اظن الشهادات احنا اتفقنا عليها ان احنا ما عندناش شهادات في الفتره الحاليه وممكن ان شاء الله في الفتره المستقبليه. دكتور احمد صادق بيسال هل توجد نسخه من البرنامج كلاود يا دكتور؟ نسخه ايه؟ كلاود زي جوجل كلاود بيبقى الفايل البروجرام موجود اونلاين. يعني هارد كوبي للموضوع او لا يعني حضرتك الاب بيكون موجود على زي جوجل دوكس والحاجات دي كلها موجوده وما سطبش مثلا اوفيس عندي او ما اظنش ان في نسخه كلاود منه يا دكتور. لا طبعا البرنامج كان زمان بيتيح ان هو يعمل لنا ليرنينج مانجمنت سيستم خاص بال
كورس لاب وبنرفع عليه الحاجه وبنعمل انفيتيشن للطلبه، وكنا بنعمل كل اللي المفروض يتعمل على مودل مثلا كنا بنعمله على حاجه تبع الكورس لاب، بس ده هم لغوها بعد كده ما بقتش موجوده يعني. طيب لو في اي سؤال تاني من الحضور الكرام يبقى احنا منتظرين. معانا دلوقتي كمان بعد اجراء الاختبارات والكورس دكتور امام، احنا قلنا بيقول لك دكتور بيسال هو في بعض اختبارات اللي موجوده على الكورس لاب ممكن يبقى يطلع منه شهادات الكترونيه او في امكانيه ان هو يطلع شهاده الكترونيه لوحده؟ الطالب لا، هو انا دي زي continuous evaluation و self evaluation، يعني هو ممكن بعد ما بيخلص اليونت هو اللي بيعمل لنفسه تقييم ذاتي، مش محسوب، لو انا مش عايز احسبه مش هحسبه، فمش بيطلع له شهاده يعني. طيب في اي سؤال من حضور الكرام؟ لو في اي حد عنده سؤال احنا دلوقتي يا جماعه بعد انتهاء الورشه، هل ممكن مع الكورس لاب يكون في قاعده بيانات مربوطه بيه؟ يا دكتور عايزين قاعده بيانات، قاعده بيانات داتابيس بتجمع كل البيانات اللي هي مثلا زي التفاعل اللي بيحصل جوه المحتوى او حاجه زي كده. يعني يبقى في قاعده بيانات اكيد. هو داتابيز زي مثلا الداتابيز بتبقى على نظام اداره التعلم، بتبقى موجوده على الداتابيز بتاعت الليرنينج مانجمنت سيستم، فبتربط الكورس بتربط بالداتابيز بتاعت نظام اداره التعلم. تمام. هل ممكن حساب مبادئ ملائمه الاسئله؟ يا دكتور حد عنده سؤال؟ انا لا، انا حد عايز يسال سؤال؟ مدى ملائمة الأسئلة يمكن حسابها؟ احتساب الأسئلة اللي هو الطالب مدى بيسألها؟ ملائمتها يعني مثلا المستويات بتاع الأسئلة. أنا اللي بحط الأسئلة وأنا اللي حاطة المستويات، بس هي مش عليا كويشن بانك، لا أنا بحط تيست على بعضه، التيست بيبقى مجموعة أسئلة من الست أنواع اللي أنا قلتهم، والطالب بيخلص الاختبار وبنشوف النتيجة بتاعته، إنما مش باخد من كويشن بانك. يعني أنا دايما كل مرة أنا اللي بعمل الاختبار من ما بقدرش احدد نوعيه الاسئله واقول مثلا دي ايزي ودي ديفيكالت ودي مودريت، لان انا مش باخدها عشوائي من حاجه، انا اللي بحطها من الاول للاخر. تمام. في سؤال، هو يعتبر الكورس لاب هو ليرنينج مانجمنت سيستم ولا جزء من ال ام اس؟ لا، هو الكورس لاب ده سوفت وير بيخلينا نعمل حاجه اسمها اي ليرنينج يونت تخدم 1 اي ال او، ودي بتخلي الطالب فعلا يعمل سيلف ليرنينج، انما الليرنينج مانجمنت سيستم انا برفع عليه الاي ليرنينج يونت اللي انا عملتها، والليرنينج مانجمنت سيستم انا ممكن برفع عليه بقى محاضرات عاديه، محاضرات مصوره، محاضرات مسجله، وفي النهايه انا لو مش عامله اي ليرنينج يونت زي اللي انا عملتها النهارده فانا بيبقى الطالب برضه متلقي، انما عشان نقول ان الطالب انتر اكتف وبيتفاعل فهو لازم يكون عن طريق الاي ليرنينج يونت بسوفت وير معينه، زي ما قلنا في ارتكيوليت ده بفلوس، وفي حاجات تانية، وفي اللي هو كورس لاب اللي هو فري، الفيرجن اللي هو 2.4 ده فري، تمام. في فيرجنز اعلى بتبقى بفلوس برضه. تمام. احنا كده السؤال الثاني، هل الكورس لاب افضل من الستوري لاين؟ دي دكتوره جابت عليه بتقول ان هو دلوقتي كله في واحد في فري وواحد بفلوس، يعني حسب حضرتك وحسب امكانياتك، وفي مقارنات ثانيه مختلفه مش متاحه في الوقت الحالي. الوزن النسبي للاسئله يتم عملها قبل تضمينها للاسئله بالكورس لاب، ده صحيح يا دكتور امام؟ انا شايف ان في اجزاء بالبرمجه هل دي مفيده، وهل في حاجات اوبجكت اكتر من كده لبرمجه الكومبلكس، حاجات الكومبلكس يعني بيقول ان هو في حاجات دكتور كومبلكس شويه فيها جزء من البرمجه، دي بتفيدني لما اكون بعمل حاجات اضافيه او حاجات برمجيه بسرعه عاليه. مش فاهمة السؤال بقى، يعني هو ده إمكانيات البرنامج؟ إمكانيات البرنامج أنا ممكن أبرمج، بس إن أنا لو الطالب دخل اسمه أتأكد إن هو صح ولا غلط، الباسورد لو أنا في باسورد معين بشوفه صح ولا غلط علشان أقدر أدخل. على الكورس فدي اللي بتاخد برمجة. خلاص ماشي، شكرا لحضرتك يا دكتور. مفيش اسئله تانية اضافيه تقريبا دلوقتي حالا. بنتوجه بخلص الشكر للدكتوره ساميه ولكل الحضور الكرام. دلوقتي حضراتكم يا جميع برجاء ان انت في فايل موجود، ملف موجود معانا كل مره، هو تقييم خاص بالورشه، ده الرابط بتاع التقييم بتاع الورشه، وكمان اللي عاوز يتابع اي ورشه او ايفنت احنا عملناه قبل كده على ايمرج افريكا
ده الرابط الخاص بقناة اليوتيوب بتاعتنا، يقدر يشوف كل الفيديوهات اللي معمولة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، ويشوف كل الحاجات اللي احنا بنعملها. وكمان اللي عاوز يشترك على الجروب بتاع إيميرج أفريكا على الفيسبوك، بحيث انه يشوف كل الإيفنتات وكل الحاجات اللي احنا بنعملها من خدمات، ده الرابط بتاعنا على الفيسبوك جروب. وبنرحب بكل الناس اللي موجودة عندنا هنا من الحضور الكرام، واللي حابب يشارك معنا بورشة من الورش، ده الرابط، ده الإيميل، ده رقم التليفون بتاعي. وكمان الإيميل الخاص بتاعي، بحيث ان انت لو احتاجتوا اي حاجة في تشاركوا بورش، دي موجود. وبنكرر شكرا للدكتورة سامية وكل الحضور الكرام، وان شاء الله نشوفكم في ورشة جديدة من ورش إيميرج أفريكا، وان شاء الله هيكون معانا مفاجأة الأسبوع القادم الدكتورة منى الصبان. هنتكلم عن أول مدرسة متخصصة في السينما تكون مدرسة أونلاين، وان شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم. شكرا لحضرتك الدكتورة سامية، شكرا للحضور الكرام، ونراكم على خير بإذن الله. ان شاء الله. ميرسي خالص، شكرا لحضرتك.